أشرفنا على توزيع السكنات بصيغة عدل، صيغة البيع بالإيجار لهذه الوكالة اللي عندها رواج تواجد كبير عبر ولاية الوطن. اليوم في ولاية ولاد جلال، هذه الولاية الفتية التي عندها طموحها في كل ميادين، اليوم نشوف أن ميدان السكن وهذا المشروع خاصة اللي أنا نعتبره مشروع نموذجي لما تم تحقيقه في وقت قياسي، إنجاز مشروع في 11 شهر عوض 30 شهر، هذا يعتبر تحدي. دخلوا إن شاء الله بالصحة والسلام، وبعد بتخير تكون علينا وعلى كافة السكان. الحمد لله اليوم شاركنا في الحفل هذا اللي هو عرس لنا كمكتتبين، تحصلنا على سكناتنا بعد معاناة كبيرة قاسينا فيها لمدة 10 سنوات.